قال البغوي رحمه الله روي نحو هذا عن ابن عباس كما جاء في الصحيح من أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تظلان صاحبهما، وفي رواية يحاجان عن أهلهما يوم القيامة. والغيايتان ما أضلك من فوقك، والفرق القطعة من الشيء، والصواف المصطفة المتضامة. وفي الصحيح أن القرآن يأتي صاحبه يوم القيامة في صورة شاب شاحب اللون، فيقول من أنت؟ فيقول أنا القرآن، أنا القرآن، أنا الذي أسهرت ليلك وأضمأت نهارك. وفي حديث البراء أن العبد المؤمن في قبره يأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح طيب الشمائل، فيقول من أنت؟ فوجهك لا يأتي إلا بالخير، فيقول أبشر بالذي يسرك، أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح.